أختنا الكريمة، ما هي تطلعاتكم ونظرتكم الخاصة بالنسبة لمعرض ثورة البحرين ونشر مظلومية الشعب البحريني؟ جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كل الزائرين يأتون هنا حتى يجسدون فكرة الحسين بن علي، وهو التغيير والإصلاح ومبدأ إقامة العدل والقسط، لأن الله سبحانه وتعالى كلف المؤمنين جميعا بهذا، وقال لهم في كتابه ليقوم الناس بالقسط. وانطلاق ثورة البحرين أو لا أقل تأييدنا من مجينا هنا والمعاصر الشعب البحريني بالنظر إلى هذا المعرض الذي يجسد مظلوميتهم، هي امتداد واقع لثورة أبا عبد الله الحسين. هي دماء سالت على الأرض لتجسد مبدأ الحرية، مبدأ المطالبة بالعدالة. فيجب على كل الأحرار في العالم أنه ينظرون، وهذا المهرجان الثقافي الذي يقام في العتبة الحسينية والعباسية وبين الحرمين هو واقعا تجسيد لطراوة الثورة الحسينية وأثرها في الشعوب. والآن مبدأ التغيير الذي جاء به الحسين، أنه القائل ما خرجت أشرا ولا بطرا ولكن خرجت طلب الإصلاح في أمة جدي، أعتقد أن هذه الثلة من المؤمنين، هؤلاء الشباب تشربوا بفكر الحسين، وأنتم اليوم تقدمون للعالم نموذج بشري قابل للاحتذاء في قضية تغيير موازين السلطة والثور على الجائرين في كل أقطاب العالم، لأن نحن أولى بالحسين ومبادئ الحسين حتى نجسدها ولو بدمائنا ولو أن نقطع عرباً عرباً. جزاكم الله. ما هي توقعاتكم لاستمرار ثورة البحرين والمكاسب السياسية التي سيحصل عليها هذا الشعب المظلوم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أنه تمتد ثورتهم إلى تسليم رايتهم إلى سيدهم ومولاهم الإمام صاحب العصر والزمان، قطعا بهذا الاندفاع الذي يجسده شباب البحرين وهذا الإصرار وهذا العزيمة، لن تستطيع أي جبار من جبابرة الأرض أن يقف أمام تلك الدماء التي تهدر، وكل الشعوب مساندة لهذه الحركة التي يقومون بها من أجل نيل أبسط حقوقهم الإنسانية وهي تعبير عن الفكر. قطعا الثورة البحرينية ما كانت بدايتها، وأنا من المطلعين لما يدور في البحرين، ما كانت ثورة بهذا المعنى أنه تكون، ولحد اليوم هي ثورة سلمية، هي تناشد من خلال مبدأ الفكر وطرح الرأي الآخر، لكن مع الأسف هناك من يتصدى على العروج هم من المفرغين عقليا وهم لا يقبلون مبدأ الحوار، فيضطر أحيانا أن يوقع فكره بدمائه. فأنا أتوقع أنه هذا السيل الهادر لن تستطيع حكومات أن تصمت كثيرا، وخصوصا دور المرأة، لأنه نحن الآن سائرين على خطى زينب التي تنقل فكر الحسين سلام الله عليه، وأنا شاهدت ما تفعله المرأة البحرينية وأهيب بها، أنها تدفع بالزوج والولد والأب أن يسير على مبدأ الحسين، ثم تقف هي من ورائه تنشر فكر الحسين وتنشر مبادئ تلك الثورة. هل لديكم أي رسالة خاصة توجهونها إلى الشعب البحريني وإلى المرأة البحرينية الصامدة؟ أنا أقول للمرأة البحرينية، أنت اليوم تمثلين نموذج بشري يطرح للعالم بحجابك، بأسلوب حياتك، بإصرارك، بنزولك للمشاركة السياسية، وثقي أن كل الشعوب تنظر إليك نظرة احترام وعز وافتخار، ونحن هنا في العراق وفي كل مكان نعتز بوجود شخصية كالمرأة البحرينية ونتعلم منها الكثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسيروا على منهج زينب بالصبر والثبات على ما يتبننوه من أفكار.